السلام عليكم، مساكم الله بخير. اليوم ان شاء الله عندنا قصه يا اخوان، او مو بقصه، هو مجموعه قصص يعني حول حدث واحد. يعني لا اله الا الله، هذا الرعد، سبحان الله ما شاء الله. يعني طلعت كل الاذكار اللي اعرفها. اخوان في بدايه السنوات ما لها اي علاقه في الخوف، يعني انا مستغرب من كلامكم، هي فقط رده فعل، يعني واحد سمع صوت يلتفت، ما تقدر تصنف الشجاعه فيها يا الغالي. ما ولا لها قص دخل قصة الأبطال الشجعان اللي أنا أقولها، إنك تيجي تحاسبني اللي أنا أقول قصة شجعان وألتفت يوم أسمع صوت برق. صوت برق لا، واضح إني منضغط، واضح إنكم ضغطيني. الموضوع اللي بنتكلم عنها اليوم يا جماعة الخير والكرم والكرماء وقصصهم اللي صارت في الجزيرة العربية. يعني قالوا ولا عرب إن اللي يعطي البعض ويمسك البعض هذي يسمونه سخي، هذا شيء عظيم. طيب اللي يعطي الكثير ويمسك القليل هذي يسمونه جواد. اللي بنتكلم عنهم اليوم وقصصهم اللي صارت هذا والله لا سخي ولا جواد ولا شيء فوق الوصف. حاتم الطايب راح نذكره، يعني حاتم شيء لا يعرف، يعني حاتم اسمه تعدى كونه اسم فاصبح صفه للكرم. اذا بغيت تمدح فلان انه كريم تقول فلان حاتمي، خلاص انتهى. يعني بعدين لو تطلع تسال اي واحد في الشارع قصه حاتم هل كلها، نبي نسترسل في الباقي ان شاء الله. في يوم من الايام جلسوا العرب عند قيس بن سعد. قيس من كرماء العرب، معروف اللي في دمه وبله. فقالوا قيس اترك سوالفك انت عن الكرم، احنا عارفينك. قد قابلت يا قيس واحد اكرم منك؟ قال لي والله قد قابلته. قالوا حدثنا عنه. قال لي يا جماعه الخير قد طلعت انا واخوياي على خيولنا، يقولوا جانا مطر وهو قوي ولا ندري وين نروح. يقول فلقينا ان خيمه اعرابي، خيمه فقير بسيط. يقولوا قلنا يا ولد السلام عليكم. قال يا هلا ومرحبا، ويقول لي اخذ خيولنا ويربطها عندي. يقول يوم اخذ خيولنا يا هلا ومرحبا ويقلطنا عنده، يقول الا خيمتن رثة وحاتن، يقول عندها باعر بسيطة تجي تستعمل ثمان شيء فقر. يقول يوم جلسنا عنده قلنا أنا تفتح الأخوياء، قلت له نكلف على الرجال، تكفون يا خلنا بس لين هذا المطر ونطلع. والله شوفوا الحالة. يعني يقول يجينا يا مرحبا ومسهلا، يقول يا مرحبا ومسهلا ويجلس. قلنا حنا في وجه الله من الكلافة، لا تكفى لا تكلف على أمرك، إذا في تمر وما عطنا ترى مالنا، والله مالنا في العشاء. قال ما يخالف، هو يحد السكين يحدها أبشروا. كنا يا ابن جوي، قال لي تمر ما وهو يحد السكين، يا مرة تمر ما. قلنا يا آدم انت ايش تسوي انت؟ هو يطلع هو يروح من البل المطر وين حارها، هو يجي ويقطع ويضبط، هم يركبون العشاء. كنا طالع ساكتين لا حول ولا قوة، عنا كلفنا على الرجال يضبط العشاء اول ليلة. يقول حنا نتعشى حنا نعي من الله خير ونسولف، يقولوا المطر عي يوقف. قالوا ارقدوا ولا منكم اصبحتوا وامشوا مطر. يقول قلنا يلا وحنا نرقد. يقول يوم قمنا من بكره هلا مطر، احنا نطالع فيه اللي هو يحد السكين. كنا شو تسوي؟ قال واحد ما يحد سكينه. كنا لابس يعني ويش؟ هو يطلع للبل انقصت اللي صارت تسع صارت ثمان طالع رايح. قلنا يا رجل ذابح وحده همس عشتي، طيب غدنا منها. قال انا ما غدي ضيف من عشان بايت. هو يطلع طال عمرك وين حرة ثانيه. لا اله الا الله. قلنا يا رجل خاف ربك، قال وزعتها اللحم اللي راح البارح وزعته والله على جيراني، هذه وحدة ثانية طال عمرك. هو ينحرها ويضبط لهم الغداء، يقول حنا نتغدى ونقعد نحتري المطر. ما وقف المطر يوم جليلة اللي هو يحد سكينه. قلنا تكفى. قال اي ما يخالف. قلنا طيب اللحم حق الغداء، قال قد وزعته والله. هو يطلع هو ينحر وحدة، هو يجيبها يسحبها. لا اله الا الله. قلنا يا رجل هذا وش؟ يقول حنا نتعشى عنده. قلنا ابن اجواد عقل ترك ما تعرفنا ولا نعرفك ولا خلاص. قال لا خلاص. يقول احنا نرقد علشان اذا جاء الصبح بنطلع نمشي. يقول يوم جت بدري الصبح كذا، يقول في دبكة واخبار. فتحت عيني ورفعتها لو يعدي ورا الناقه بسكينه. يا ولد امسك البزر ذا، واحد ياخذ السكين منه يروح يعدي وينحرها ويجيبها. مرحبا مسهلا، يا مرحبا مسهلا. يقول يحطها للغداء. احنا نطالع. يقول تغدينا. يوم جينا نمشي واخويا التفتون علي، قال يا ولد كلفنا على الرجال. قلنا خلاص بنسوي حركة. يقول حنا نرفع وحدة من المخد ونحط 200 دينار ذهب، نحطها تحت المخدة. قلنا أكرمك الله. قال يا مرحبا ومسهلا، عذرون على قصور. قلنا يا أخي وخر الضمك، خلي قصور أربع نياق. يلا يقول حنا نمشي رايحين، لأن حطينا الدراهم تحت هذه ورحنا وخلينا. يقول يوم أخذنا شوي وحنا نمشي إلا نسمع صوت رجال ورانا يصيح. حنا نلتفت إلا هو جاينا على بعيره، الأرض يدبك الأرض طاير رايح. يقول يوم وصلنا هو ينزل برمحه، قال يا لي آم تعطوني ثمن قراي، تعطوني قيمة ضيافتي للرجال. كنا يا ابن الجواد حنا كلفنا. قال من
من اللي حط فلوس؟ يقول رمحه في يده. من اللي حط الدراهم تحت؟ يقول كل واحد طالع في الثاني. قال يا اخي معها 200 دينار كتبونها في وجه من؟ قلنا في وجه ذا. هو حذفها في وجهه. لا بارك الله فيكم. هو يرجع هو كان بامكانه ياخذ هدي ويعيش حياه كريمه وذهب، ولكن كرامه النفس العربيه، كرامه العربي. هو يرجع يقول والله العظيم انه اكرم من راينا، وانا ندري من هو. الاشعث في يوم من الايام ارسل الى عدي بن حاتم، قال يا عدي عندي ضيفه وبي قدور، عطني قدور. قال عدي ابشر. ارسل لي عدي القدور مليانه ذهب. قال الاشعث يا غالي انا ابي القدور بس. قال اي والله احنا قدورنا ما نعيرها فارغه. ابو سهل الصعلوكي من كرماء العرب كان اذا جاء بيعطي واحد النير ذهب يحطها على الارض ويقول خذها من الارض، يقول لان الدنيا احقر من ان يدي تجي فوق يدك. هما يده بيعطيها الفلوس الدراهم تجي يد ذاك تحت، يقول واليد العليا خير من يد السفلى، فاخذها والله من الارض. طبعا هذه لا تسويها في وقت ان حد جاء بياخذ منك فلوس تنطلع على الارض، لانه بيجلدك والله ولا يمديك تشرح له ان اليد العليا ما يمديك والله تو ليت يعني. وواحد من العرب كان جالس هو حرمته ويتعشون، وطق الباب عليهم واحد ففتح الباب وقام يهرج شوي ثم رجع واخذ له صر الذهب وطلع وعطاها اللي عند الباب. يوم اخذ شوي هو يرجع ويجلس مع حرمته، الدموع مبللت لحيته. قالت حرمته انت تبكي عشان اخذ الذهب؟ يعني ان شاء الله يعوضنا الله. قال لا ايش البكاء السطحي ذا، انا ابكي ان خوي ما كنت ادري عن حالته وهو محتاج لين جا اليوم اللي طق الباب علي فيه وياخذ ذهب. وابن ساعده كان من كرماء العرب معروف ومرض وقعد فراشه ما حد زاوره، فاستغرب فالتفت على الغلام اللي عنده وقال يا غلام الناس اللي ما تزورني انا قصرت على الناس في شيء، والله ان كل ما املك اعطي الناس. قال ان هذه هي المشكله الله يجزاك خير، الناس كلها ماخذين منك فلوس ومستحين انهم ما رجعوها لك، فهذا اللي يمنعهم. قال اخز الله ما لن يمنع الرجال عن الزياره، اطلع صحف الناس قل اللي عنده فلوس لابن ساعد تراه منها في حل تراني مسامح. طلع الغلام للسوق وصاح يا جماعة الخير كسرت عتبة بابه من كثرة الناس، ولا صلح العتبة خلى عتبة بابه مكسورة دليل على كرمه وزيارة الناس له. امتلوا الدنيا كلهم كانوا مستحين منه. كانوا يا جماعة الخير ذولي ينفقون انفاق من لا يخشى الفقر. يعني عبد الله بن جعفر قد دخل على يزيد بن معاوية، يزيد كان امير المؤمنين وقتها، فقال له يزيد عبد الله كم كان يعطيك امير المؤمنين معاوية؟ قال كان يعطيني رحمه الله 1000 1000، يعني يعطيه مليون الحالة. فقال يزيد زدناك لترحمك عليه 1000 1000، أعطاه 2 مليون. قال عبد الله بن جعفر جعلت فداك يا أمير المؤمنين. قال يزيد علشان هذه زدناك 1000 1000، فصار 3 مليون. فأخذها عبد الله بن جعفر وطلع. فقالوا اللي في المجلس عند يزيد حساد، قالوا تعطي 3 مليون يعني تعطي الرقم الكبير ذا الرجل واحد؟ طالع فيهم يزيد وضحك قال والله ما عطيتها رجالا واحد، والله اني عطيتها كلها للمدينه. راح عبد الله بن جعفر للمدينه واجتمع مع الناس، وش عندك دين هاك يا مزرعه اشتر يا روح اقضي حوائج الناس. وكمل شهر واحد الا عبد الله بن جعفر مديون 3 مليون وزعها على المدينه. وكان الكرماء ذولي يفرحون بالناس اللي يجون ياخذون منهم. ابن عباس رضي الله عنه كان جالس هو غلامه ويسولفون، وجاهم رجال وقال يا ابن عباس. قال ابن عباس سم. قال انا اطلبك معروف. قال ابن عباس سم امرني. قال مره يعني كنت تشرب انت من بير زمزم وغلامك ذاك كان يصب لك من الماء من البير، وجيت انا وغطيت الشمس عنك بردائي. قال له غلام لا والله لا يا شيخ يا اخي. قال ابن عباس هو طالع في ابن عباس قال اي والله معروف يا معروف عظيم بعد يا غلام كم معك؟ قال غلام من جد. قال اي كم معك اخلص. طلع صر قال معي 200 دينار و10000 فضة حق طريقنا حق سفرنا. قال اعطيها اياه. هو ياخذون الدراهم ذي كلهم يعطونها اياه. قال ابن عباس والله ولا اراها تفي حقك بعد. اخذ هذاك وراح. ابن عباس قد جته هدايا من معاويه امير المؤمنين، اواني ذهب وفضه، فكان الخادم اللي مرسل امير المؤمنين يشيل الهدايا ويحطها عند ابن عباس، يشيلها ويحطها. يوم خلص طالع الخادم في وحده من اواني الذهب، فطالع في ابن عباس وصد الخادم. قال ابن عباس تعال تعال. هيجي الخادم قال سم. قال نفسك فيها؟ قال والله انا عادي انا ترى عندنا حنا بس اذا جت ولا. قال خذها شلها معك. قال هذه آنية ذهب يعني انت تدري راتبي السنين كلها ما يجيب. قال شلها معك. قال بيعاقبني معاوية انا المفروض ان هدايا دي لك. قال طيب.
انا بصد عنك ويعلم على كل الهدايا اللي انت بيها، كل الاواني الذهب اللي انت بيها علم عليها، بس حط عليها علامه، واذا رحت انا البيت يرسلتها كلها. فعلم الخادم على الاواني كلها اللي يبيها، يوم راح البيت ارسلها لابن عباس كلها اواني ذهب. قال الحاجب الحيل ذيف، الكرم اعظم من الكرم نفسه. ابن عباس جاه رجال تعبان وفي طفل مولود صغير، قال تكفى يا ابن عباس. قال وش؟ قال الطفل ذا جابته امه توفت الله يرحمها، وانا لي ايام والله ما ادري شو اسوي، ما عندي شيء، ما املك شيء. وابن عباس كان في ضيق، ضيق من الرزق مره، الحال يهبس تعبان. فقال الغلام رح واشتر جاريه للمولود تعتني فيه، وعطى ابوه 200 دينار ذهب، وقال لابوه تكفى اعذرني على القصور، انا الليله بطلع اتسلف، تعدي بكره اعطيك تكفى. فطالع فيه الرجال وقال والله، هذه المقولة عاد مشهورة، قال والله لو سبقت حاتما بيوم ما ذكرته العرب. في كرام يا جماعة الخير، جداننا فيهم كرام غير طبيعي. ولا يا جماعة الخير معنا بن زائدة، معنا اللي قالت العرب لا زكاة في ماله، ما عاد تجب على ماله زكاة. الشاعر يقول فيها الأبيات المشهورة دي اللي يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله، إذا حال حول لم تجب في دياره من المال إلا ذكره وجمائله. تراه إذا ما جئته متهلهلا كأنك تعطيه الذي أنت نائله، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد لها انقباضا لم تطيح أنامله. ووصل عاد للبيت المشهور اللي تناقله هالعرب اللي يقول لو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. ومن الحاجات اللي تغبن معا أن الكرماء يحدهم الوقت يروحون يطلبون من الناس لئام، هذا اللي كان غابن معن. والهبيت المشهورة اللي يقول دعيني أنهب الأموال حتى أعف الأكرمين عن اللئام، يقول والله ما في كريم أطلب واحد لئيم وأنا حي. ولا يا جماعة الخير يزيد بن المهلب، الناس أصلا العرب قالوا إن اللي فاز بالكرم في وقت بني أمية بن المهلب، واللي فاز به في وقت الدولة العباسية هم البرامكة. عقيل يقول كنت جالس في مجلس فيه يزيد بن المهلب، يقولوا لي في المجلس يوم تعشى واستانسوا وعاد برا دلجة، وقام يسولفون في الجواري، وكل اللي يسولف هذه فلانة جميلة وهذه فلانة تزوجتها وفلانة مدري ايش، كل اللي يسولف يقول انا عزوبي والله ما معي شيء حتى افتح بيت، يعني ما اقدر اسوي. يقول فطالع فيني يزيد وقال كل الناس تكلموا ولا انت؟ ها يا عقيل قل. يقول قال عقيل افاض القوم في ذكري وجواري، فاما الاعزبون فلم يقولوا. يقول فطالع فيني يزيد يقول خير ان شاء الله. يقول عقيل يوم طلعت من عنده قال له غلام معي، قال تعال تعال مش معي، قلت انا بروح بيتنا يسار، قال لا بيتكم الثاني يمين، تعال مش. يقول ياخذني يقول احنا ندخل بيت يفتح النفس من كبره، يقول وتجي مره، قلت يا اخي خاف ربك هذا ايش؟ قال هذه ما ملكت يمينك حلال. قلت انت راضيه؟ قالت راضيه على سنه الله ورسوله. قلت انا تزوجت؟ قال وانت تزوجت؟ قلت طيب انا فلوس كيف بنت الاجواد معي كيف اكد يعني فلوس؟ هو يطلع الغلام قالوا هذه 10,000 سم عش خلاص، انت ما انت بعزوبي طال عمرك، خلاص ما ذيك الليله ترك عزوبي. بس يزيد قد حلق حلاق، يوم خلص الحلاق وهو يطالع في يزيد قال خلصنا طال عمرك خلصنا. قال يزيد ما شاء الله حلاق زين والله، عطوه 5,000. الحلاق المسمع 5,000 شيء كبير ترى في الوقت ذاك. قال الحلاق يا اروح اعلم حرمتي ان استغنينا؟ ضحك يزيد قال عطوه 5,000 ثانيه. قال الحلاق حرمتي طال طالق علي حلقت راس واحد من بعدك، هي حد هالموس ترك الحلاقه خلاص. الحجاج قد سجن يزيد بن المهلب، عاد في القصه معروف، وسجنه اللي يقول ان عليه خراج قيمته 100,000. فقعد يزيد السجن ما عنده فلوس، وبدوا الناس يقطون ويجمعون ليزيد لين وصل عنده 100,000 خلاص بيطلع. فجاء الفرس دق وقال للحاجب بدخل على يزيد هو في السجن. قال الحاجب والله مو بوقت يا الفرس دق، تكفى طعني لا تدخل عليه. قال والله العظيم اني ما ابي من شيء، بدخل بس بكلمه واطلع. قال ادخل. فدخل عليها الفرزدق وشاف يزيد منكسر يزيد شوي تعبان، قال يا مرحبا مرحبا الفرزدق. قال الفرزدق ابا خالد ضاقت خراسان وبعدكم، وقال ذو الحاجات اين يزيد، فما قطرت في الشرق بعدك قطره، ولا اخضر بالمروين بعدك عود، وما للسرور بعد عزك بهجه، وما للجود بعد جودك جود. هو يلتفت يزيد للحاجب قال انتم جامعين 100,000 حقت خروجي صح؟ قال لا تكفى. قال اعطها الفرزدق. قال فرزدق والله ما جيتك عشان، قال خذها. ويعطي الفرزدق 100,000 اللي يجمعوها وقعد في السجن. يزيد المهلب في يوم من الايام كان يمشي مع طريق وعرض عجوز كبير
سن فقيرة. فقالت عطنا عطنا شيء من معطاك الله، ما تدري من هو. فقال اللي عنده عطها كل النفقة 100 دينار ذهب عطها. قال يقنعها القليل يا أخي، ما تعرفك عجوز، يقنعها القليل يا أخي. قال إذا كان يرضيها القليل فهو لا يرضيني، وإن كانت ما تعرفني أنا أعرف نفسي، عطها. ولا الشاعر اللي دخل على خالد بن يزيد قال خالد وش عندك؟ قال سألت الندى والجود حراني أنتما، فقال يقينا إننا لعبيد. فقلت ومن مولاكما؟ فتطاول علي وقال خالد بن يزيد. قال خالد أعطوه 100,000 درهم وإن زدتني زدتك. كله كريم الضروب. قال قال تبرعت لي بالجود حتى نعشتني، وأعطيتني حتى حسبتك تلعب، وأنبت ريشا بالجناحين بعدما تساقط مني الريش أو كاد يذهب. فأنت الندى وابن الندى وأخ الندى، حليف الندى ما للندى عنك مذهب. قال أعطوه 100,000 ثانية. أنا أدري أني كثرت عليكم لكن هذه آخر قصة. أنا مشكلتي إذا استنست أسهب، ممكن تكون وناسة من طرف واحد أنا داري، ولكن يعني هذه آخر قصة يعني. هذا رجل كان يهوى جاريته ويحبها بشكل عظيم جدا، ويتبادل نفس الشعور وأعظم، يحبهم بعض للموت، ولكن كانوا في فقر، فقر لا يوصف مرة. فكان صعب عليه، صعب أنه يشوفها في فقر وحاجة وصابرة علشان تحبه. فقال لجاريته أنا ببيعك. فقالت لي وانا شو جاء مني؟ قال ما أقدر، أنا ما أقدر أشوفك في الفقر ذا، أنا بصبر على الفقر وموت في فقر، بس أنت لا. فأخذها وراح عند عمر بن عمر التميمي من كرماء العرب، قال لها أنا ببيع الجارية. فشافها عمر وقال يلا هنشتريها منك، وعطاها الفلوس. وجلست الجارية وراء ابن معمر، ويوم جلست هي وراء ابن معمر حاولت تسكت ولكن ما قدرت، بدت تبكي لأن تدرين هذا حب حياتها وآخر مرة بتشوفه. فبكت وقالت هنيئ لك المال الذي قبضته، ولم يبقى في صدري غير التحسر، أبوء بحزن من فراقك موجع أناجي به صدرا طويل التفكر. وقعدت تبكي، ويوم سمعها تبكي وتقول الأبيات حبيبها بكى بعد، طالع فيها وقال ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت، فاعذري عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمري. ومعمري دمع بينهم، قال تعال تعال قمي قمي قمي، ترى هجتك والفلوس اللي معك حلال عليك، وإذا نقصك شيء ارجع لي، تكفى أنك ترجع لي. أعطاها الجارية. أنا آسف يا جماعة الخير إني طولت عليكم اليوم يعني، ولا قصص العرب لا تنتهي. أنا مشكلتي كل ما أدخل محادثة ولقى واحد يمدحني نزلت سنابات زيادة يعني. أنا أشوش مع المدح بس ما أعطي فلوس، أنزل سنابات بس يعني. ولا تجود يدني إلا بما تجدوا. أدرون علي طالة، كانت هذا جزء بسيط من قصة العرب، مصادر سوالفني يا أخوان من كتاب المستطرف في كل فن مستطرف. أشوفكم على خير.